طيب خليني عايزه ارجع تاني للسوشيال ميديا بس، وعايزه اعرف هي دي تعتبر تسويق سياسي ولا ده يندرج تحت ايه بالظبط؟ الفتره اللي فاتت شفنا مقاطعات شعبيه، مش هنذكر طبعا اسماء، مقاطعات شعبيه لبعض البراندات اللي بتدعم الكيان الصهيوني، هل ده يعتبر تسويق سياسي ايجابي ان احنا نقاطع بعض من البراندات دي او الماركات العالميه؟ هي بس مش المقاطعات، هي كمان دي مقاطعات طبعا شعبيه. هي مقاطعات شعبيه. هو خليني ممكن يعني اتكلم بشكل اكبر طبعا اشمل في السؤال ده، لانه مهم، لان المقاطعات دي جزء مهمه، يعني جزء من جزء اكبر. هي الفكره انه دلوقتي الشباب غصب عنه، احنا كشعب مصري شعب عاطفي وشعب وطني بطبعه، بس الجيل الشباب اللي طالع يعني ما يزعلوش مني لو قلت مش فاهمين او مش دارسين كويس تاريخ وجغرافيا، ومش فاهمين لما نطلع نستخدم باور اوف سوشيال ميديا، يعني سلاح اسمه التواصل الاجتماعي، وهو كان محرك في 2011 وهو اللي حرك 2011، وان انت من ادوات التسويق السياسي التأثير على الغير او اقناع الغير، فانت بتقنعه يلا احنا هنروح، احنا مستعدين للحرب، احنا في دلوقتي دعاوي كتيره جدا احنا مستعدين نحارب. حلو ان انت عندك الروح دي ان انت عايز تحارب والغيره على بلدك ان انت عايز تحارب، بس هل انت فاهم معنى الحرب؟ هل انت فاهم انت الجيش؟ يعني 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 انت، ما هو احنا كل اهالينا مجندين في الجيش المصري، صح. والرئيس جزء من الدوله والوزراء جزء من الدوله، حقيقي. وهو يعني هو في منصب، يعني ان كان وزير او رئيس او رئيس قطاع او هو في منصب حاليا، لكن كلنا حاجه واحده. فهل احنا جاهزين ان احنا نخش على طول الدعوات اللي بتدعي الى الحرب ان انت تحارب؟ انت فاكر ان انت عايز تعيش الجو بتاع زمان اللي شفته الحروب بس انت جاهز لده دلوقتي؟ جيشنا ممكن يبقى جاهز، ودي حاجات على طبعا. فكره مش لازم نتكلم، مش ان انا بقول ممنوع الكلام في حاجات، لا لا، لو بتغير على بلدك يعني زي ما بقول داري على حاجاتك الامنيه ومعرفتك واظهر قوتك الفكريه، قوتك العمليه، قوتك انك المقاطعه بس مش لمناصره القضيه الفلسطينيه. احنا فجأة واحنا هجاوب بقى على سؤال حضرتك، فجأة واحنا لقينا نفسنا ان احنا بنعمل مقاطعة عشان نناصر القضية يعني القضية الفلسطينية، لقينا ان احنا بنعمل دعاية للمنتجات المصرية. بقينا نصور المنتجات المصرية وبنقول ده منتج مصري، ده منتج مصري، ده بديل مصري، مع انه كويس بس انت مش عارف ان ده منتج مصري. فانت بقيت غصب عنك وانت مش واخد بالك، انت بتروج لمنتجات بلدك، انت بتدعم استثمار بلدك، انت بتشجع المنتجات المصرية اللي كانت يعني حاسه المصنع بتاعها هيكسب ايه قصاد المنافسين اللي عنده كده، لا ده هيشتغل وينتج لك منتج احسن بقى، صح. فتبدا تاخد بالك هيطور من المنتج بتاعه بالظبط، فهيبدا ده انت تزود استثمارك في بلدك وبتبدا تروج لمنتجات بلدك وصنع في مصر. وعجبني فيديوز لامهات معاها اطفالها، اقري ورا ميدن ايه، ميدن ايه، فحتى لو ميدن يعني اقول لو صنع في ايه، قصدي اقول يعني صنع في ايه، في بعض الدول العربية للأسف اللي هي بتدعو مصر لدعم القضية الفلسطينية أو للتدخل يعني بالجيش فيها لحل الأزمة الفلسطينية، عندها قواعد أمريكية في الدول يعني في بلدها، يعني عندها قواعد أمريكية موجودة في بلدها. حضرتك يعني انتوا بتدعموهم وبتدعونا احنا ولا بتساعدوهم؟ يعني بتساعدونا وتساعدوهم هنا اللغط، لكن ده جزء برضو واعتقد انت ذكرتي جزء مهم هو وعي الشباب، واعتقد ده دورنا بقى كلنا، دور حضرتك مثلا في الجامعه، دورنا احنا هنا كاعلام، دور المدرسه ليها دور. يعني كنت دايما اشوف وده للاسف ان انا ابني لما كان في المدرسه هو انا باخد الحاجات دي ليه؟ انا مش فاهمها. لا افهمها، حببوا الولاد فيها، ما تدوهلهمش على ان هي زي ما بنقول يا هتنجح يا هتسقط. حببوا الولاد في التاريخ، في حتى في الجغرافيا. يعني في ولاد كتير جدا هم بيقول لك دي ماده تقيله وماده صعبه، ايوه بس ده تاريخ بلدك،
او تاريخ بلدك، فمهم جدا ان احنا نعرفه. واعتقد ان دلوقتي يمكن الاحداث هي اللي بتفرض لنا الموضوع ده، ان احنا مع الاحداث حتى لو هي ما تخصناش. طبعا اخواتنا الفلسطينيين اخواتنا وحبايبنا وكل الدعم ليهم، لكن انا قصدي لو طالما حاجة مش في مصر، بس اعتقد ان دلوقتي مع الاحداث دي الولاد، انا يمكن الترمومتر بتاعي مع الجيل ده ابني 20 سنة، فببقى بشوف هو بيفكر ازاي ما شاء الله. فبشوف هو بيفكر في ايه، فده بالنسبة لي الترمومتر بتاع الجيل ده، بشوف هو بيسمع ايه، بيروح يحضر ايه، حتى لو في مثلا بيقرا كتاب بعرف هو الجيل ده ماشي ازاي. فاعتقد ان احنا كلنا علينا المسؤوليه دي. والسوشيال ميديا طبعا مع الاسف ان هي دلوقتي بقى عليها العاتق الاكبر، يعني المواقع التواصل دي مش عايزه اقول عليها سوشيال لانها اجتماعيه، لكنها غير اجتماعيه. الاول الهدف ان احنا ننزل صوره ويتعمل لها اعجاب او ان احنا نهني بعض، لكن هي تول اوف ميديا، الكترونيك تول اوف ميديا لإرسال بعض الرسائل. كتوعية شباب زي ما حضرتك بتقولي، سواء على مستوى المدارس الحكومية، سواء المدارس التجريبية، المدارس الخاصة، إلى أن نصل المدارس الانترناشنال، ما فيش اهتمام بدراسة التاريخ أو الجغرافيا أو الدين حقيقي، والدين إن كان مسيحي أو مسلم وبمنطق. فانا مفيش اهتمام، زائد معلش مفيش مراقبه كافيه من وزاره التربيه والتعليم على منهج التاريخ اللي بيقدم. هدرس الثوره الفرنسيه، هدرس اسكندر واللي حصل في اسكندريه، هدرس حمله فريدة، هدرس كل الحاجات دي، هدرس لغايه 2011 بقت جزء من التاريخ طبعا. بس بتذكر ايه؟ بتذكر اني عامل هايلايت على اني جزء، وهل المنهج التاريخ ده اللي هو في 2011 وحصل كذا وحصل كذا، لان انا مواليد 2011 دلوقتي وشباب يعتبروا، يعني احنا 23، فكبر فاهم، فهقول له ايه؟ ومين الابطال زي ما كنا بنقول احمد عرابي، سعد زغلول كذا، مين الابطال هتقول عليهم في 2011؟ طب لما يكبروا شويه هيدرسوا ايه؟ طب هتخليهم يدرسوا ايه عن تاريخ الدول الاخرى؟ عشان انا مش هدرس تاريخي بس، انا عندي حضاره فرعونيه وعندي تاريخ وعندي الملكيه وعندي بعد كده الجيش المصري، وعندي فترات طويله قوي في تاريخي هدرسها. طب هيجي يدرس ايه مثلا عن حضاره او تاريخ بريطانيا، الملكيه البريطانيه والملكه اليزابيث و لازم ابقى عارفه تاريخ برضو غيري وعلاقاتي ما بيننا وبين غيرنا، أكيد. خصوصا فترة مثلا أن مصر كانت محتلة من بريطانيا فترة من الفترات، نذاكر فترة الاحتلال البريطاني ونشوف ده ينعكس في الفن على طول في الأفلام. يعني احنا الشعب الوحيد اللي طلع الاحتلال بيتكلم عربي، ما بيتكلمش انجليزي، على عكس دول تانية تأثرت بالاحتلال، خدت منهم اللغة والعادات والتقاليد، لكن احنا أثرنا بعاداتنا وتقاليدنا بالعكس على الاحتلال يعني في الفترة دي، وده كان بيذكر يعني في التاريخ موجود. الأدوات ان انا يبقى في المعلم نفسه اللي بيعلم لازم يكون درس اتجاهاته هو عامل ازاي، يعني انتماءاته يعني عامله ازاي، لانه في الكلمه اللي كنت هقولها لحضرتك وبقولها اللي هي على مسؤوليه، انه استعمار الفكر اخطر من استعمار الارض. حقيقي مش عايزاهم ياخذوا فكر شبابنا عن طريق علم، او مثلا في كتب الكترونيه دلوقتي حضرتك ما تقدريش تثقي في المعلومه المكتوبه في الكتاب الالكتروني، حضرتك ما تقدريش تثقي. وللاسف احنا دلوقتي على طول بنمسك الموبايل، استنى هشوف على جوجل ونفتح، هو جوجل بقى المرجع بتاع مغلوطه طبعا، تربع المعلومات مغلوطه أي. لتوجيه الشباب تغيير فكرهم، تغيير الثقافه والتربيه بتاعتهم. فدي حاجه يعني هو زي ما انا قلت كده، هو دور جماعي، دور حضراتكم في الجامعات، دورنا احنا كاعلام، دور المدارس، الفن كمان ليه دور مهم جدا طبعا. جدا جدا في توصيل معلومه او توصيل رساله او توصيل تاريخ. يعني زي ما شفنا مثلا الفيلم الجميل العظيم اللي انا دايما اقول انا دخلته 3 مرات، فيلم الممر، فيلم برضو وثق لحظات كويسه ولحظات تاريخيه، واولادنا بيحبوا يعني ياخدوا المعلومة زي ما بنقول، ما ناخدهاش باللي هو كذا 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 بالإرهاب يعني، لا احنا وصلناها عن طريق الفن. والولاد زي ما انا دايما اقول وبقول حضرتك ان انا ابني الترمومتر، ابني وصلت له المعلومة
من الفيلم، يعني من الفن، يعني إذن الفن هو كده ليه دور. أنا كنت مبسوطة بوجود حضرتك معايا، وأتمنى إن احنا نكرر يعني الفترة الجاية، يعني محتاجين حضرتك كتير هنا بقى معانا في الاستوديو. دكتور ولاء، بس قبل ما طبعا عايزة أقول حاجة للشعب الفلسطيني وللشباب، الشباب المصري أو الوطن العربي، زي بس حضرتك قلتي حاجة اسمها ترند. مبسوطة جدا من البلوجرز العرب اللي طالعين يتكلموا قد ايه مصر محتويه 20 لاجئ من دول عربيه بيعملوهم كاخوه حقيقي، مش ان احنا ضد كلمه تهجير الشعب الفلسطيني، معجبه بتربيه الامهات الفلسطينيات لبناتها واطفالها اللي طالعين يتكلموا بالقوه دي. بالتربيه دي، مش هي محتله بس الشباب عندها قوه، قوة شجاعة. هما ليه بيقتلوا الأطفال وليه بيقتلوا المرأة؟ عشان عايزين يعملوا إبادة، ما يبقاش في مستقبل. بس إحنا مش هنسمح لهم يسيبوا أرضهم وتعالوا دلوقتي، لا، أنتوا هتبنوها وأنتوا هتعمروها، وإحنا كعرب نساند لما يطلع كذا شخص عربي من جنسيات عربية، تونس، الأردن، يعرفوا يتكلموا هم عننا وعن قوة المصريين وعد إيه البلد محتوية شعوب عربية مختلفة عايشين فيها كبلدهم. يبقى احنا نعرف شوية قيمة نفسنا، نقدر نفسنا. صح. زي ما عرفناها مثلا في المنتج، هو مش مجرد مقاطعة، انت بتنصر منتج بلدك. وبلاش يعني بالعامية كده عقدة الخواجة عندنا، وخلي نعتز بنفسنا. صح. اكتر. ويعني اخر حاجة انا هزود عليكي، بلاش نزيد على بعض يا جماعة. صح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ولاء شريف وصفي، محاضر تسويق سياسي.